اكتر الحاجات اللي مضايقاني ان انا اعز صحابي مش عارف اشوفهم. يعني الوقت بيبقى صعب جدا بالنسبة لهم وبالنسبة لي، التوقيت ان احنا نلاقي يعني مساحة مشتركة في الوقت ان احنا نتقابل فيها بيبقى صعب جدا. لما انا افضى هم ما بفضوش، لما هم يفضوا انا ما بفضاش. طب حتى لما بنفضى احنا الاثنين بيبقى في مشكلة في الجو او في المكان، او يعني دايما في حاجة غريبة بتحصل يعني. فانا وحشني جدا صحابي جدا، وهم عارفين نفسهم، ويعني وممكن بدون ذكر اسماء محمد الانصاري وشريف ادوار واصحاب المدرسة واصحاب الجامعة واصحاب النادي واصحاب المنطقة، كل الصحاب اللي بقى نفسي اشوفهم كده. بس للأسف احنا عشان كبرنا وعشان ما بقى لنا مسؤوليات، ولنا كل واحد ليه حياة ومسؤوليات كبيرة، فبنضطر ان احنا نواكب الاحداث ونجري ونشوف ونجري على طول، بنجري بنجري بنجري، فما بنلحقش ان احنا نشوف بعض. طب على الاقل لو انا بعترف عن الملأ كله قدام الناس كلها ان انا مقصر مع اصحابي، وانا بعتذر لكل اصحابي ان انا مش عارف اشوفهم، خصوصا الناس اللي انا قلت اسمائها والناس اللي انا قلت عليهم يعني وكده، ونفسي اشوفهم جدا ومش عارف، نفسي المهم كلهم كل جروب في حته في وقت معين، بس مش الظروف مش سامحه لا ليا ولا ليهم. لكن احنا العمر بيجري واحنا يعني الدقيقه بتفرق والثانيه بتفرق، طب هنعمل ايه؟ يعني احنا لازم ندور على بعض اكتر من كده ونوفق وقتنا اكتر من كده ونشوف بعض اكتر من كده لازم.